اهلا بكم مشاهدينا مجددا لقاءنا الاسبوعي مع الاستاذ الدكتور عاصم فرج استاذ الامراض الجلديه والتجميل النهارده باذن الله بنستكمل الحديث عن مشكله متكرره بيعاني منها الرجاله والستات زي ما قلنا كده الاسبوع اللي فات يمكن وقتنا الاسبوع اللي فات كان قليل لطول الفتره الاخباريه والنهارده اكيد بنكمل نفس الموضوع اللي هو الشعر الزايد في الجسم او الشعر اللي بيظهر في اماكن غير مالوفه الاسباب والعلاج هنعرف كل ده باذن الله من خلال دكتور عاصم وانا والدكتور طبعا هنستنى تليفوناتكم عشان تتواصلوا معانا لو عندكم اي اسئله او استفسارات. ازيك يا دكتور؟ أه الحمد لله انا أه قبل اي حاجه اهنيك قبل ما اهني نفسي احنا عملنا يا جماعه مشاهده أه علامه يعني بسم الله ما شاء الله أه يعني الحمد لله انا بخاف من الحسد <applause> انما وصلنا لتقريبا ثلاثة مليون مشاهد في الجزئيه دي في الجزئيه دي هي كانت مثيره للجدل الحكمة يعني احنا متعودين فكره ان الموس بيتقل الشعر. أوه. ما جاء في سياق الفقره في ده كان مخالف صح وهي دي النقطه اللي محتاجه توضيح ده دكتور صح أه الحاجات كتيره خالص يعني ايه شعر زائد؟ يعني ايه اشيله ازاي؟ يعني ايه امتى اشيله وامتى ما اشيلوش؟ هل في شعر ما بيتشالش؟ اه في شعر ما بيتشالش. هل الشعر الابيض لما الناس تكبر ينفع يتشال؟ للاسف لا. ما حدش بيشوفه. يعني ايه ما حدش بيشوفه؟ الليزر جهاز الليزر ما بيعرفش يشوف خالص ما بيشوفش الشعر الابيض؟ خالص الليزر ما بيشوفش الا حاجه غامقه في وشه فيقوم شايلها حتى لو اتصبغ؟ بقى مش حي... مش حي... هو بيدرب آه. مش مش هو بيضرب البويصله مش بيضرب الشعرايه من فوق الجدر آه. لما يضرب الجدر يبتدي الشعره تقع م. وتموت واهم حاجه فيها كده انها تموت طيب ه... ساعتها ضروري نعتمد على حاجات كتير عشان ما نروحش بعيد قوي عن الموضوع مين اللي تبتدي تعمل تحاليل وتبتدي تتعالج عشان تقول انا الشعر الزائد اللي في جسمي ده عامل لي مشكله نمره واحد نمره واحد واثنين وثلاثه في عائلات كده يعني في عائلات كده وفي ناس مش في مصر يعني الجماعه اليون... اليونانيين اليونانيات او دول تلاقيهم هم ماشيين بدقن يعني و يعني ايه بدقن فعندهم ده مين دول بالظبط من اليونان اللي هناك من اليونانيين عندنا هنا في مصر عائلات ما تعرفش ما عندهاش ولا شعرايه في جسمها زياده هم كنت يعني فالوراثه فالع... ال... او الفاميليار ديت مهمه الى اقصى درجه لكن مش كله عائلي وبس دي ده اول ما اشوف المنظر الشعر نوعه يبقى فيه انواع شعر بس دي يا دكتور واضح اني استخدمت شفره لا والله دي يعني يتنوع. الشعر ده طالع كده لوحده اه طالع كده ما ده آه. تيرمينال تيرمينال يعني ايه يعني اصبحت هي وجوزها بيستخدموا نفس الوسائل في شيل الشعر مم. يعني اتاخر وحاجات زي كده ويبتدوا <applause> ب... آه المصيبه فيها انها تبتدي تخضر وتسمر المناطق دي. اه. الترمينال هير هو ده المشكله. يعني آه. ايه الترمينال هير؟ ده التيرمينال ده اللي هو آه. الشعر الزائد الـ 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 العريض ويبقى طالع كده. طب خلينا يا دكتور نفهم قصته بس بعد ما ناخد مدام عزه. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك اهلا أهل بيك يا فندم، اتفضلي. ممكن اكلم الدكتور؟ طبعا. حضرتك كان عندي بنت عندها 19 سنة. آه هي عندها كهرباء عالية في دماغها بقالها 11 سنة بتاخد علاج. آه دلوقتي شعرها بيقع بدرجة إن خلاص شعرها قرب يختفي. فمش آه عارفة أعمل لها إيه بصراحة. لا العلاج حضر. العلاج مستمر هو زي ما هو العلاج الكهرباء بتاخد علاج بقى حوالي 6 سنين بالظبط كاملة. آه مدام عزة بيقع شعرها بيقع كده أيوة حاضر يا بابا مدام عزة إيه بقالوا قد ايه الثعلبه بين بيه الثعلبه يا لو مسكت الشعر في ايدك كده بيطلع في ايديك حاضر يا بابا بطريقه حضر هي خلاص شعرها قرب يختفي خلاص لا 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 حاضر إيه يعني في نوعين تساقط شعر تساقط آه شعر تفاعلي اللي انت بتسرحي كده تلاقيه واقع في ايدك بينزل اه لو انت مسكته كده في ايديك بينزل معاك في ايديك هجاوب لحضرتك هجاوب لحضرتك حالا بس هاتي ورقه وقلم. تحب دكتور دكتور لا. عاصم مدام عزه تفضل معانا ولا تسمعنا؟ لا تسمعنا عشان تعمل التحاليل. طيب اسمعي يا مدام عزه. معانا كمان مدام عواطف. ايوه. اهلا بيكي يا فندم صباح الخير. النور. اتفضلي يا فندم. انا عندي التهاب خلوي في رجلي بقالي خمس شهور والاحمرار والزراع اللي في رجلي مش راضي يروح باي علاجات. ها. لو كان الدكتور حاضر طيب هي وصلت الفكره اكتئاب او سيلولايتس بنسميها ها. وده سبب سهل يعني طيب نجاوب على مدام عزه بقى نقول لها شويه التحاليل شويه تحاليل تعملها بنتها عندها 19 سنه ها. عندها تساقط شعر عنيف اكثر من كام شعرايه نبتدي نعتبر انها مرضي بس هي بتقول البنت عندها كهرباء زايده وبتتعالج ما هو ده كلها ده سبب كل ده من الاسباب المسببه آه. انما ضروري تعمل لنا تحاليل الاول عشان ناخد كل حاجه على بياض نمره واحد واثنين وثلاثه واربعه هتعمل لنا صوره دم انا كل اللي محتاجه منها تجيب لي فرتين وناخد نشوف اخباره ايه هو تحليل دم بس تقول لنا صوره دم صورة دم فيها هيموجلوبين وفرتين و... 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 وأنا هتعامل معاك المرة الجاية على طول وظائف الكبد دي كمان مهمة اللي كل المشاكل التانية دي قد تؤدي وده لها حق إنما إحنا عايزين نتقل لها شعرها عشان تبقى هي مش متضايقة مش متضايقة دي يبقى ده تساقط شعر تفاعلي تساقط الشعر التفاعلي ده هنقول لك هي بس جيب لنا التحاليل دي ونبتدي الدنيا باذن الله الاسبوع الجاي تكلمنا بقى يكون معاه التحاليل آه، بس انا عايز اسالها برضه هل جالها كورونا ولا لا طيب باذن الله تجهز بقى الاجابات الاسبوع الجاي واتكلمنا او حتى مش لازم في وقت البرنامج تكلمنا في اي وقت واحنا تليفوناتنا موجوده ومتاحه ابعت لنا حتى على الصفحات بتاعتنا على السوشيال ميديا ما آه، مدام عاطف بقى عندها التهاب خلوي من خمس شهور وعندها احمرار وزرق آه، في رجليها ما بيخفش اهم حاجه اهم حاجه مدام عاطف ما تخليهوش يرجع تاني. نقول تاني. ما هو ما راحش. ما هو انا عارف، هنري يعني ليه بقول كده؟ هتاخد المضاد الحيوي اي بص وترفع رجليها على حاجه عاليه. مم. اللي برجوه منها ما تنزلش على الارض تبتدي تمشي الا بعد اسبوع من نهايه الاحمرار والالتهاب. يا يعني طول ما رجليها محمره او مزرقه هتفضل رفعها, رفعها, رفعها. و... وقاعدة بدريدن يعني قاعدة مريحة نفسها في السرير معلش هتقول لك الشغل عندي لا لا ملهاش حل مش هتنزلي على رجلك وتدوسي عليها إلا ما تبقى الدنيا بقت كويسة قوي وإسبوع بعد الخففان معلش أرجوه ليه أخطر حاجة في الالتهاب الخلوي ده تكراره لو جه ورجع تاني إيه إيه لا قدر الله اسمعي كويس الرجل تتنفخ ما تفشش خالص؟ اه اللمفة الليمف.. ديما يعني حاجه اسمها آآ 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 تتنفخ كده فبتبقى فيه مشاكل كتير وفي صعوبه انها هي ترجع تاني اه فاحنا نتأ اسبوع بعد الخفافات تتعامل مع نفسها لانها عيانه بتريح الدنيا سهله يعني كويس وتلتزم بالدواء بتاعها ايوه وبعد أوه. اسبوع تبتدي تكلمنا أنا دلوقتي بقيت كويسة مفيش سخونة في الرجل مفيش احمرار مفيش أي حاجة ابتدي نقول لها طيب انزلي بالراحة كده واحدة واحدة. ده العلاج اللي هو ما ينفعش إن هي ما تعملوش. ما ينفعش. آه. ونشوفها على طول. بإذن الله ربنا يشفيها ويعافيها. معانا أم سعيد من الغربية. أم أهل سعيد. أهلا بحضرتك. أهلا بيك يا فندم صباح الخير. أهلا بحضرتك. معايا حفيدتي صباح النور الله يخليك ما تقطع علي الخط. لا يا فندم اتفضلي. ماشي معايا ولادي كبار يعني قشره تخينه وبتنزل بالشعره قشره انت والولد اه هو كبار مش شغ... مش شباب عندهم كم كوزين. سنه يا ام سعيد؟ عندهم 38 سنه 36 الولد آه. 36 البنت 38 ربنا يخليهم لك القشره و... في كل الشعر لا حتت وتنزل تخينه كده زي زي القرش كده وتنزل بالشعرايه اس حاضر ده بصي يا ابو سعيد سهله خالص خالص بس هاتي ورقه وقلم وانا هكون معاكي واحده واحده. طيب عندك اسئله ثانيه يا ابو سعيد؟ حضرتك الله يخليك معايا حفيده لو شمت ريحه السمك تختنق وتزرق وجسمها يعبى مياه ميه ويا ريت حضرتك تفتح لنا عياده في طنطا يوم واحد في الشهر. لا اجي لك اجي الع... لك ال... الاسبوع كله. <applause> لا ده انا <applause> دكتور حل عاصم حل عندنا في المحل المحله في طنطا. حاضر يا ابو سعيد. <applause> انت <applause> تقبري متشكرين يا سعيد معانا الاستاذ محمد من الجيزه استاذ محمد الو اهلا بك يا استاذ محمد. محمد يا ريت بس تسمعنا من التليفون وتوطي صوت التلفزيون تمام اتفضل يا فندم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله ممكن يكون الدكتور بس اتفضل يا فندم وانا كان عندي خراج في في قعد يومين ثلاثه وبعد كده فرش يعني صباعي ورم جامد ما كنا طلع له زي حبايه كده بس الحبايه دي فرشت جامد هو عنده خراج في صباع استمر ثلاث ايام وبعد كده فرش يعني وفي ورم في الصباع yeah. انه انه صباع ده السبابة لا الصغير في اليمين الصغير اه في ايدك اليمين اه س... حاضر سهله قوي هقول لسيادتك دلوقتي كل حاجه في, ح... في تانية يا استاذ محمد صباع على الحرف فندم صباع على الحرف اه تمام يا فندم حاضر يا فرق. حاضر هنجاوبك حالا باذن الله طيب نجاوب ام سعيد بقى يا دكتور آه, آه بالنسبه للولاد اللي عندهم قشره هي القشره في الشتاء بتزيد أوه. إحنا حطيناها قاعدة. السكيل سكالب ده آه أو القشرة اللي دي غالبا ديت اللي هي بتاعت الشتاء أكتر لأنها كبيرة وهي دي القشرة الدهنية. القشرة الدهنية دي نمرة واحد واثنين وثلاثة هم سنهم كبير هتقدر تحط لهم أي شامبو بيشيل القشرة آه بي بس ما توقفهاش. الناس بتفتكر إنها تستخدمه مرة وخلاص. ده الشامبو بتاعهم للاخر على طول اللي هي يعني شامبوهات ضد القشره اه شامبوهات ضد القشره ما تغيرهوش يعني ما يقولش اه خفيته كده لا طول الوقت هو ده لو ما راحش لو ما راحش في اقراص اسمها الاسم العلمي بتاعها ايزو تريتينوين ديت هتاخد قرص واحد هو او هي بعد الاكل لكن يوميا. لو يوميا؟ ايه؟ يوميا؟ يوميا واحد بعد الأكل عشرين آه، لمده اهو ده لمدة اسبوع واحد إيه؟ ايزو تريتينوين اه وده الاسم العلمي مم. وبالصدفة في منه نفس الاسم آه، العلمي ونفس الاسم اللي بيتباع بيها انما اللي اهم من كده وكده انها هتاخد قرص واحد يوميا هو وهي لكن اللي مهم فيها هي ما تكونش حامل او هتبقى حامل في المده اللي جايه هنا في محاذير محاذير انما اخوها يبتدي على طول العلاج الدنيا هتبقى ماشيه طيب بالنسبه لحفيدتها بقى اللي بتشم ريحه السمك وال... ده عندها حساسيه والرجي حاسبه منها ديت بتبتدي تتخنق و... و... ويحصل لها الرجي او ارتكاري او انجي إديمة. النوع ده من الناس الحمد لله تحمد ربنا ان انت عرفت السبب يعني ايه عرفت السبب من السمك من ريحته كمان فضروري تتباعد تتباعد عن كل ده تتباعد خالص يعني ايه ما، ما، ما حاجه ما تتنسيش معاكو بنت حتى رحتوا سافرتوا حته هنا ولا هنا ولا هنا حاسبوا انتوا كلكم هتشموا ريحه سمك جايه او واحد بيقلي سمك او كده حاسبوا عليها لان مش كل مره تسلم إيه الجرار ايه الخطوره يا دكتور يا ريس واحنا فاس هيتكتب فهنعمل ايه هيبقى معاهم على طول حاجه انتي هيستامين أنتي علشان في لحظه في شنطتها تكون محطها وتكون منظمه مخها يعني ايه مش تقعد تدور في ساعه لا تكون حطها على جنب وتقوم مطلعاها كده وحطها على طول تخففها في... هتخففها في ساعتها طب كويس وتاخد اللي انا مش اللي انا بكرهه بقى هي غصب عني وعنهم وكلهم اللي هو الكورتيزون في منه اقراص خمسة مللي برضه تحطه على الجنب لو الدنيا بقى زادت قوي تقوم اديها لها تمصها هتبقى كويسه يعني ما... يعني ضروري تكون حاطه بس الحاجة. احنا ممكن نتجنب القصه دي كلها ونبعدها عن اي حاجه ليها بس انا ليه خايف علاقة. وهي ماشيه اصل الناس بتشوي الحاجات ده انت عارف في اي في اي حته محلات وبتاع وتلاقي مره واحده الريحه جت وهي جنبها كده تبقى وقايله لاصحابها البنت ممكن تحط منديل مثلا او بس هي اللي بيبقى عندهم دي على فكره اقول لها دي حاجه مؤقته م. مش هتفضل كده طول عمرها مؤقته وتنتهي حساسيتها من كده طيب باذن الله على خير طيب استاذ محمد بقى الخراج اللي كان في صباع واستمر 3 ايام وفرش وفي ورم في الصباع أه 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 برضو أه ما بنحب الصباع ده البصبه دي يحصل فيها كده بنخاف عليها خالص لكن هنا هنعمل ايه هناخد مضاد حيوي المضاد الحيوي ده هتلاقيه أه تكملوا لغاية ما تضمن ان هنا ما فيش ريحة الالتهاب ازاي من بنقلق على الضوفر الضوفر يتدمر يعني مدمر انما يكمل العلاج بالانتيبيوتيك ده لغاية المرة دي بقى اسبوع بعد نهاية الالتهابات وتبقى الدنيا هتلاقيها باشا كويسه باذن الله طيب نرجع مره تانية بقى للموضوع آه. اللي اه مهم بقى. مين اللي انا اعالجه؟ مين اللي اسيبها؟ مين اللي هنبتدي نعالجها ونبتدي نعرف كويس قوي؟ دي نمره واحد نمره واحد ارجوها مثلا هتروح تعمل سونار سونار للحوض ليه؟ دي الصوره آه. دي اه هي بس كان في حاله قبلها اوضح شويه اللي عندها شعر تيرمينال أوه. شعر تيرمينال يعني ايه؟ اللي هو العنيف الاسود اللي, اللي طالع زي السلاح كده اللي هي, أه هي زي كده هتروح تعمل ايه؟ تشوف عندها التكيس مبيض ولا لا؟ ده نمره واحد واثنين وثلاثه واربعه غالبا دي هتلاقي شعرها خفيف من هنا ده الثلاثه دول الثالوث ده زي ما بنقول سندروم على بعضه او متلازمه مع بعض اللي هي تكيس المبايض ظهور الشعر في في الدان؟ في الدان ونكمل وخفه الشعر وخفت الشعر من قدام ده اللي هو مش خفته اللي هو الثيننج الثيننج يعني ايه نحافه الشعر ده شيدنج اه ساعات بقى استغفر الله العظيم ينتشر في كل حته في الجسم اه. ما حدش يتضايق من المناظر المناظر دي موجوده ما حدش يفتكر يع ومش يعع لا دي موجوده 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 علاجها سهل دول ضروري نبتدي بعد ما هنعمل البوليس نشوف فيه تكيس مبيض ولا لا هتاخد العلاج الشعر اللي في الظهر دي لسيده؟ امم يا اه والله آه بتبقى بس برضه انا فكرت صوره راجل والله لا لا هي آه. تلاقيها ساقطه آه كتافها ساقطه يعني معلش بس احنا برضو بنقول ان دي نماذج موجوده وممكن حد من اللي بيتابعنا بيكون عنده المشكله فاحنا بنوجه كلامنا ليه صح ونفس الحكايه ما آه. حدش يفتكر انها حاجه اكسجيريتد، دول كتير جدا يعني نسبتهم على فكره عاليه بس علاجهم سهل. اللي انا بتبسط فيه ان علاجهم سهل، هناخد حاجه اسمها آه الاسم العلمي لها الدكتون، آه الاسم اه ده اسم العلمي، الاسم العلمي ده ليه؟ ليه؟ هيضيع الشعر اللي هنا ويضيع الشعر اللي هنا ويتقل الشعر اللي هنا في مرة واحدة بس ده طبعا بعالج التكيس الأول التكيس ده بيتعالج وده اللي أنا بقوله ده سع بيعالج التكيس طب كويس يعني الأستاذنا الدكتور اللي هو في النسا هيبقى معانا على طول الخط آه. ده لأن هو برضه في في أقراص هم بيحبوها عاملة زي أقراص اللي هي منع الحمل إنما هم بيدوها علشان يزود بيها الدورة يبقى هنرجع تاني ونقول ان الاقراص دي بتشيل الشعر بتشيل شعر الجسم مع الليزر يبقى مع الليزر وفي نفس الوقت هيتقل الشعر اللي هنا الاسئله برضو اللي انا ضروري اقولها وبسرعه يقولوا لي انا باخد فيتامينات يا دكتور عاصم علشان تتقل شعري هنا الاقي شعر جسمي طلع دي صح ولا غلط في بعض الادويه غلط وبعض الادويه صح. يعني يجي يظبط البنطلون الجاكيته بتضرب. هي كده. بس هي محتاج محتاجه بقى علاج صح. علاج صح. آه. لا بتاخد اقراص تتقل عشان تتقل شعرها. بلاش المينوك المينوكسيديل المينوكسيديل ده اللي بيتقل الشعر هنا متهم انه بيطلع الشعر في الدق. آه. دول اتنين دول مهمين جدا الاثنين الاتهام ده. الفيتامينس آه. الفيتامينز وده مهم قوي قوي حاضر. الفيتامينز دي هنبقى نعيدها تاني لكن اخدانها بطريقه غلط تعمل كده طيب ان شاء الله يا رب الناس تكون استفادت من فقرتنا النهارده يا دكتور عاصم وانا اكيد سعدت جدا بوجودك معنا الله يخليك يكون والله يعني فقره لطيفه انا بستناها اسبوعيا بشكرك جدا يا دكتور لا عاصم لا انا اللي شرفنا وبتنورنا وبشكركم مشاهدينا الكرام على حسن وطيب المتابعه خلصت حلقتنا وبكره باذن الله حلقه جديده من صباحك مصري 11 تماما بتوقيت مصر ام الدنيا